متابعة للتحركات التي تقوم بها الأطراف الدولية بخصوص الأزمة الليبية. معي في الاستوديو الباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في موسكو إيجر خخلوف. سيد خخلوف، أهلا بك. بداية، كيف تقيم نتائج اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا؟ روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي وقعت في حالة حرجة إلى حد ما. من ناحية، هناك تسري مفعول أحكام القانون الإنساني الدولي، ومن ناحية أخرى تسترشد روسيا بالقانون الدولي الذي ينص على عدم تدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سياسة. وكانت القيادة الروسية قد أعلنت مرارا ما موقفها في مجلس الأمن الدولي وفي الساحات الأخرى. السياسة الأساسية تجاه ليبيا يجب أن تمنع التدخل في شؤون الداخلية لليبيا، وللأسف الشديد دول حلف الناتو ودول التحالف الغربي قد استغل الموقف الروسي في مصلحتها، وانطلقت روسيا من ضرورة منع هلاك المدنيين في ليبيا، وامتنعت روسيا أثناء التصويت بشأن ليبيا، ولكن الدول الغربية استغل هذا الموقف من أجل تشويه قرار المجلس الأمن الدولي، وقامت بإجراء عملية عسكرية في دولة ذات سيادة. الآن، هل تتوقع أن يتشدد الموقف الروسي من التدخل الأجنبي الجاري في حال شن قوات التحالف عملية برية في الأراضي الليبية؟ موقف روسيا واضح جدا. يجب على الليبيين أنفسهم أن يحددوا مستقبل بلدهم بدون أي تدخل خارجي، وخصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار الماضي الاستعماري لهذه المنطقة. وما نشاهده الآن عبارة عن حرب استعمارية من طراز الحروب الاستعمارية في القرن 19، وكل هذه الأعمال تخالف القانون الدولي والعقل الصائب، وكذلك تضر أو تلحق أضرار لمصالح المجتمع البشري، لأن بدلا من ليبيا ممكن أن نجد ما يسمى الثقب الأسود في مكان العراق وفي مكان أفغانستان، فهناك تتركز مصالح الشركات الدولية الكبرى، وقد تتحول ليبيا إلى الجهنم الذي يقام الآن في العراق وأفغانستان، وبطبيعة الحال سوف تقوم روسيا بتجديد موقفها. طيب، في المقابل، ما الذي يمكن انتظاره من تسلم حلف الناتو قيادة العمليات العسكرية الجارية الآن في ليبيا؟ أولا، لا بد من القول إن عملية عسكرية في ليبيا عبارة عن أمر غير مقبول، لأن ذلك عبارة عن التدخل في أراضي دولة ذات سيادة، وهناك لا يدور الحديث حول تنفيذ مهام إنسانية، ولكن يدور الحديث حول التدخل العسكري من أجل إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا وإقامة نظام جديد والاستيلاء على الثروات الطبيعية لليبيا. وكان يدور الحديث في مجلس الأمن الدولي حول حماية السكان المدنيين، ولكن حاليا تحت بذريعة حماية السكان المدنيين يتم الإعداد الإعلامي، وممكن نشاهد ذلك في القنوات التلفزيونية الغربية. يتم
والإعداد الإعلامي للتدخل العسكري المباشر في ليبيا كما كان عليه في حالة العراق وفي حالة أفغانستان. على سبيل المثال في العراق استخدم الغرب وحلف الناتو حكومة توني بلير من أجل أن يحظى بدعم دولي، ولكن الآن تستخدم الحكومة الفرنسية بنفس الهدف، وهذا أمر غير مقبول، وموقف روسيا في من هذه المسألة كان ولا يزال غير متغير. سيد إيغور خخلوف الباحث في معهد الاقتصاد العالمي.